أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. حالة من القلق والخوف شفناها في بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا بعد تداول صورة لثمرة الطماطم يظهر على سطحها ثقوب سوداء، وسط تحذيرات بتزعم أن هذه البثور السوداء ناجمة عن عضة ثعبان. وصلت كمان هذه التحذيرات من أن تناول الطماطم من عدم تناولها طبعا بسبب سم الثعابين، مع استمرار هذا الجدل على السوشيال ميديا. لكن معانا على الهاتف الاستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه. حابين طبعا نوضح تفاصيل اكتر. اهلا بيك يا استاذ حاتم معانا على أهلا تليفون وسهلا الاستاذ. بحضرتك وبكل السادة المشاهدين وكل متابعيكم أينما كان. اهلا بيك. يعني في البدايه حابين نعرف تفاصيل صوره الطماطم اللي فيها ثقوب سوداء والاشاعات اللي طلعت بقى حوالين انه في تعبان عضها، او كل التفاصيل دي يعني. أنت بترد بتقول شائعات. هل الشائعات دي يعني صحتها هل هي موجودة على أرض الواقع؟ طبعا لا، ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل، لدغة الثعبان أو الطماطم اللي هي مثلا فيها أي شيء يضر بصحة الإنسان. كل هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وإحنا طلعنا أكدنا هذا الكلام في كل وسائل الإعلام، وجاء الرد كمان الشافي من وزارة الزراعة بنفي هذا يعني اللغط اللي موجود على السوشيال ميديا. وإحنا شكلنا لجنة من قبل الشعبة، نزلنا على أرض الواقع داخل الأراضي الزراعية، نزلنا للاسواق الجمله واسواق التجزئه والباعه الجائلين والسوائل العشوائيه عشان نشوف ايه حقيقه هذا الكلام. وجدنا ان كل ما يتردد من هذا الكلام هو شائعات. اولا ليه اهداف كثيره جدا، رقم واحد يعني يضر بالفلاح المصري، رقم اثنين طبعا يضر بصادراتنا الزراعيه، وده شق طبعا ده يعتبر نوع من انواع الحرب الغير تقليديه ضد الاقتصاد المصري. ولكن احنا بنأكد ان لابد من على اهالينا المواطن المصري اللي هو طبعا يعلم جيدا ان الدوله والفلاح رقم واحد، لا يمكن احنا يبقى في عندنا انتاج او اي منتج من المنتجات الزراعيه في اي مشكله، وطبعا مؤسسات الدوله هتكون تصمت عن هذه المشاكل. طيب ولكن يا احنا استاذ بنأكد حاتم، حابين نطمن كل اللي بيشوفونا دلوقتي، الثقوب السوداء اللي احنا شايفينها دي عبارة عن ايه، او بتيجي للطماطمية ازاي يعني؟ ما احنا بس خلينا نوضح ان كل اللي بيحصل ده هو مجرد شائعات، ما عندناش اي شيء في الطماطم في اي مشكله، ولكن اسمها سوسه الطماطم دي بتيجي في كل محاصيل الزراعيه بالنسبه للطماطم، ودي نسبه لا تذكر، وبيتم اعدامها داخل الاراضي الزراعيه. الفلاح اصلا ما يقدرش يطلعها او ينزلها الاسواق، يعني احنا بنأكد ان لا يمكن الفلاح ينزلها الاسواق لان دي ما بتتباعش، دي بتعدم لان دي غير صالحه للطعام او التناول. فاحنا بنأكد على ان كل منتجاتنا الزراعيه بتخضع لرقابه، طبعا هيئه سلامه الغذاء، احنا كغرف تجاريه طبعا مع التجار لازم يبقى في عندنا شق للمراقبه على المنتجات والجوده. انا النهارده لو حد بيبيع اي منتج وفي اي مشكله المواطن ما بياخدهوش، فبالتالي مش هيتباع. فاحنا بس بنحب نأكد ده ان اللي موجود ده هو مجرد شائعات ليس له اساس من الصحه. يعني حتى لو في بعض حبه الطماطم فيها سوس، فيها مثلا توتا ابسوليوتا بيجي مثلا لعروه من العروات الزراعيه، ده بيبقى موجود وبيتم اعدامه داخل الارض، ولكن ده بيبقى بنسب ضئيله جدا لا تساوي حتى 1%، يعني ما تصلش ال 1%. ولكن احنا بنأكد على ان ما تردد في السوشيال ميديا في الاونه الاخيره على الطماطم ان الطماطم امنه 100%، ما حصل قبل كده وطلع اشاعه على البطيخ واحنا طلعنا نافينا، وكنا من المنبر حضراتكم النافذه الاعلاميه المحترمه وطلعنا تحدثنا وقلنا ان البطيخ امن، وكان احلى موسم بطيخ لما اشاعات كانت موجوده، وكان البطيخ السنه دي عالي الجوده في ظل الشائعات اللي حصلت قبل كده، قالوا نفس الموضوع على الخوف. يا فندم ده بيضرنا بشكل غير مباشر. النهارده لما يعني يتم تناول هذه الاشاعه ويتم ترددها من خلال السوشيال ميديا، وطبعا اهالينا يبقوا طبعا يعني مهتمين ان هم يعرفوا، فاي حد بيشير هذا الكلام فبالتالي ده بيضرنا بشكل غير مباشر من خلال صادراتنا.
لازم نحافظ على طيب ده، لازم نقول لا آه طيب أستاذ مش حكيم، هنسمح بده، مش هنسمح بده ابدا. تمام. على ذكر الطماطم طبعا حابين برضو نعرف الناس الطماطم بكام النهاردة، وهل متوقع انه سعر كيلو الطماطم ينخفض في الأيام القليلة القادمة؟ حابين نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك. احنا اكدنا على ان احنا مقبلين على مواسم زراعيه شتويه من شانها هتحدث اتزان في السوق، هيكون لدينا اتاحه اكبر من ما هي عليه الان، يعني زياده معروض في الانتاج اكتر، فبالتالي ينعكس ده بانخفاض الاسعار. طيب النهارده الاسعار بكام؟ الطماطم الشهر اللي فات كانت بكام في التجزئه؟ كانت ب 40 جنيه، النهارده الطماطم في اسواق التجزئه ب 20 جنيه، واحنا رايحين لانخفاض اكتر مما هو عليه. ليه؟ لان انا عندي مواسم، ده احنا يعني الحمد لله احنا العروات الشتويه ابتدت المبكر منها ينزل السوق، ابتدت الطماطم تنخفض، وكمان ان احنا في بتعاون مع وزاره التموين طبعا كنا داخل الشركه القابضه للسلعات الغذائيه عشان نوفر كم من الخضار والفاكهه باسعار مخفضه، وتواجدنا مع اهالينا التجار، بالتالي احنا عملنا توازن في السوق وعملنا انضباط لايقاع السوق من خلال زياده التنافسيه والعرض والطلب اللي هو الكم المعروض اكتر، فبالتالي بيدينا انعكاس بانخفاض الاسعار. احنا مقبلين على انخفاض في ظل اشاعات وفي ظل كمان بعض التحركات السعريه اللي وقود، احنا برضو بنقول ده لان تكلفه النقل مش هتكون غير قروش للخضار والفاكهه. انا ببشر اهلنا المواطنين، لان كل ما حدود الدخل من اهالينا وكل مكان في مصر لازم يعرفوا ان احنا حتى تكلفه النقل هتبقى قروش، يعني اللي انت هتشتريه تروح عند واحد تقول لك كيلو خضار يقول لك اصل البنزين السولار غالي، البنزين غالي، الكلام ده ليس له برضه ملوش دعوه، لان احنا تكلفه النقل من 15 قرش ل 25 قرش داخل القاهره الكبرى، فده ما يبقاش اسمه ارتفاع اسعار. بنطمن اهالينا وكل الساده المواطنين الشائعه اللي بالنسبه للطماطم، ده طبعا كلام خاطئ 100%، الطماطم بتاعتنا امنه، ما عندناش اي منتج يضر المواطن المصري، بل بالعكس احنا بنصدر لاكثر من 160 دوله منتجات زراعيه، عشان بس تبقى الناس فاهمه وعارف، بنصدر طماطم مجففه، بنصدر فراوله مجففه، بنصدر، احنا اكبر مصدر برتقال، احنا اكبر منتجي تمور، كل ده لازم الناس تبقى عارفاه، بنصدر بطاطس، بنصدر بصل، لازم تبقى اهالينا في كل ربوع مصر تبقى فاهمه ان اللي جاي عندنا زياده انتاجيه من خلال العروات الشتويه، وده اسمها عروات زراعيه جديده، يعني خضار طازج عالي الجوده لسه طالع ان شاء الله في العروه الجديده، الناس هتشوف طماطم الشكل بتاعها والطعم بتاعها والمذاق بتاعها جميل جدا، لان احنا عندنا كم المحافظات من صعيد مصر هتكون في عندنا زياده في الانتاجيه، وده اللي هينعكس بانخفاض الاسعار. طيب البطاطس أستاذ حاتم، على ذكر الطماطم، وإحنا طبعا بنشوف دلوقتي على الصورة الثقوب السوداء اللي موجودة في الطماطم، وحضرتك أكدت إنه طبعا دي بتنفي كل تفاصيل أي حد اتكلم على إنه دي تعابين أو لدغة تعبان أو لكنها بتكون يعني حشرات بسيطة أو حاجة بتصيب الطماطم. آفات زراعية، آفات زراعية. آفات زراعية. اللي مش فاهم ده أو المواطن اللي مثلا بيشتري طماطماية وفجأة لقى فيها الثقوب السوداء، النصيحة الطبيعية المفروض حضرتك تقدمها له إنه يعمل إيه في اللحظة دي، وإيه خطورة ما الثقوب تاخدش البسيطة؟ غير المنتج الطازج، ما تاخدش غير المنتج السليم، الثمرة السليمة اللي ما فيهاش أي حاجة يعني شكل غير طبيعي، لابد إنك أنت يبقى عندك وعي إنك أنت اشتري من بائع خضار وفاكهه تخصصه خضار وفاكهه، اشتري من حد موثوق فيه، ما تروحش تشتري حاجه وانت لقيتها تلفه ما تاخدهاش، حقك انك انت ما تاخدش غير المنتج الطازج اللي هو عالي الجوده ويكون طبيعي 100% وما يكونش فيه اي شيء يظهر عليه غير تقليدي او غير طبيعي، لانك انت بتدفع حق هذا المنتج، فلابد انك انت تحصل على منتج عالي الجوده وتمسك بحقك. واحنا هنعلن عن خطوط ساخنه الناس يعني تتواصل معانا في القريب العاجل، لان احنا شكاوى بعض المواطنين فوق راسنا، ولازم نقف بجانب المواطن الفقير محدود الدخل. شغلنا الشاغل دلوقتي اهالينا في الاحياء الشعبيه، اهالينا في القرى، اهالينا في النجوع، اهالينا في الكفور، ده شغلنا الشاغل، واحنا مع الناس الغير قادره، لان ده هو ده اللي يستحق ان احنا نقف جنبه، والدوله بتعمل ده، واحنا مستعدين ننزل للناس باسعار التكلفه الفعليه زي ما عملنا وزاره التموين وكل المنافذ، واحنا رايحين كمان مقبلين ان شاء الله كمان المنافذ اللي جايه هتبقى كبيره جدا، لان احنا هنضخ كميات كبيره جدا من الخضر والفاكهه، لكن ده هيكون في بدايه المواسم الشتويه زي ما احنا قلنا دلوقتي اهو، البطاطس للانخفاض، الطماطم للانخفاض،
بعض الاصناف الاخرى زي الكوسه زي الخيار البتنجان الفلفل الموالح باصنافها برتقان اليوسفي كل ده في كم كبير جدا قادم. والناس ما تقلقش واي اشاعات الناس لقيت حد بيردد اشاعات رجاء ارجع يعني لاي شيء موثوق منه يعني زي مثلا على سبيل المثال المركز الاعلامي مجلس الوزراء الصحف القوميه الجا للناس اللي هي فعلا انت تاخد منها معلومه ودول متخصصين ودول اصحاب قرار. طيب استاذ حاتم على ذكر المنتجات الشتويه اللي هتنتج يعني الايام القليله القادمه، حجم الانخفاض اللي حضرتك بتؤكد انه هيشهد الطماطم وعدد كبير من المحاصيل الزراعيه هيكون قد ايه بالظبط علشان برضو نطمن النهارده الناس؟ يصيبها من يعني اول لما بدينا في العروات المبكره الشتويه الطماطم كانت ب 40 جنيه لغايه 45 جنيه في بعض الاماكن، واحنا كنا قلنا طلعنا مع حضراتكم تحدثنا قلنا درجات الحراره عملت ضعف في الانتاجيه في الشهور السابقه وده طبعا كان ليه طبعا مردود سلبي على المنتجات الزراعيه لان احنا عندنا كم من المنتجات تاثر من خلال درجات الحراره وتغير المناخ مشاهدته مصر في الشهور السابقه، لكن احنا مقبلين على مواسم زراعيه، احنا عندنا محافظات باكملها يعني عندنا محافظه الفيوم، محافظه المنيا، محافظه بني سويف، محافظه اسيوط، محافظه سوهاج، محافظه قنا، محافظه اسوان، كل ده زارع للمنتجات الزراعيه الشرقيه، محافظه الاسماعيليه، محافظه البحيره، الدقهليه، كل الوادي والدلتا زارع للعروات الشتويه، بالتالي انا عندي كم من المعروض هيكون كافي وهيكون زياده عن الطبيعي دلوقتي وده احنا بناكد عليه. النسبة اللي هي تنخفض بكام؟ احنا بنأكد على ان من 30-50% لبعض المنتجات على اختلاف انواعها. لماذا؟ لان انا عندي الطماطم في انخفاض كبير جدا لان احنا مقبلين على مواسم كتير. البطاطس برضو نفس الشق لان البطاطس دلوقتي احنا اللي موجودة هي البطاطس المخزنة، احنا داخلين على بشاير المواسم الشتوية للبطاطس، عندنا كم من المعروض داخل الاسواق هيبقى موجود في كل المنتجات الزراعيه، بس احنا بناكد على ان لو في منتج حتى اصيب او حاجه هنطلع نقول ده لا زال بصل مثلا، عندنا كم كبير منه اصيب فاحنا بنقول اهو والله يا اخوانا احنا عندنا اهالينا لازم يعرفوا ده مش بايدينا، تغير المناخ ليه تاثير سلبي على المنتجات الزراعيه وده تدخل الهي، ولكن احنا بناكد لما يبقى في مواسم بنطلع نقول ان في انخفاض، ورجاء لما يبقى في انخفاض وسائل الاعلام تقول هذا الكلام تقول اهو الانخفاض اهو المواسم اهي، احنا دوله زراعيه عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهه ما عندناش مشكله ما عندناش نضرب منتج، ولكن الارتفاع او الانخفاض ياتي من خلال زياده المعروض من الانتاج او ضعف الانتاجيه لاي تغير مناخ او اشياء اخرى تطرق على الساحه. الاستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه بشكرك طبعا على هذا التوضيح وعلى كل هذه المعلومات الهامه وشكرا على وجودك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا شكرا لكم كل السادة المتابعين. شكرا يا فندم. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.